الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عليكم السلام وبركاته. ما زلنا مع دروس الجامعة والكلام على تخريج الفروع على الأصول. الصوت يقول فيه ضعف. تخريج الفروع على الأصول، وصلنا إلى مسألة الاستصحاب. مسألة الاستصحاب وهي معروفة، شرحناها قبل ذلك في الأصول وفصلنا القول فيها. نعم، الحمد لله. هو الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، هذا معنى ملخص الكلام على الاستصحاب. والاستصحاب قد يكون استصحاب العدم، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الإجماع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك. هذا معنى الاستصحاب وفوائده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا الباب نظر الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم. إذا قلنا مثلا الصلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال أحدهم بل هناك صلاة سادسة، فنقول لا صلاة سادسة، ليس عليك إلا خمس صلوات. قال وما الدليل؟ قلنا الدليل عدم الدليل على وجود صلاة ثالثة. هذا معنى استصحاب عدم الدليل على نفي الحكم، استصحاب عدم الدليل على نفي الحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. هذا المعنى الأصيل في هذا الباب هو أننا، أو ممكن تقول مثلا أن تقول محمد تخرج من الجامعة، أو قل محمد عنده بكالوريوس طب مثلا. خلينا نشوف العلم الذي نرى أهل مصر فيه يعني دلالة على أنه ما فيش اهتمام بالتعليم بالنسبة للطب أو الهندسة. كثير من المهندسين لا يعقلون، وكثير من الأطباء طبعا ليس لهم مهارة في الطب، وهذا كثير. أنا جلست يعني حتى في وسط حلقات العلم يجلس معي كثيرا أطباء ومهندسين لا يفقهون، يعني لا يعقلون ما يقال. دي دلالة أن هم أصلا آلة حفظ وتفريغ، يحفظون طيلة العام، يفرغون وقت الاختبار، يخرجون انتهى الموضوع خلاص، ما في أي شيء ثاني. نهيك على أنه أصلا حقا يعني الذي يعني يساعد على ذلك، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، هو أنه أكثر الأعمال لهذه الجامعات الذين يتخرجون من هذه الجامعات أعمالهم منفصلة على عما درسوه، فحقا فيضيع ما درسوا، ده إن كانوا قد أتقنوا ما درسوا في هذا الباب. فإن ادعى محمد على أنه طبيب نقول له لا، ليس كذلك. لما؟ لأنه ما في دليل على أنه طبيب، لا وجدناه في عيادة، ولا وجدنا الشهادة التي يعني تثبت أنه قد درس الطب. يبقى نفي الدليل، الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، هذا بمعنى الاستصحاب. وممكن يقال هو بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما هو ثابت بالدليل، بقاء ما هو أو بقاء ما هو ثابت بالدليل. نعم، هذا صحيح. نعم، يا الأخت أرادت أن أو أخ أعتقد حدائق الأيمان، قال هذا في كل الجامعات ليس في الطب. أنا أتكلم على أنه المفروض يعني يكون الأمر مختلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
وهذا يسمى في علم الحديث العلم الأصول بأنه الاستصحاب. والاستصحاب اختلف العلماء هل هو حجة على الخصم أم ليس بحجة على الخصم. عند الإمام الشافعي هو حجة يحتج حجة يستدل بها على الخصم، حجة يستدل بها على الخصم. احتجوا بذلك بأن جاحدي الرسالة نفاة النبوة لا يكلف لا يكلفون دليلا على النفي، بل إقامة الدليل على صحة الأنبياء النبوة على الأنبياء، ولو لم يكن عدم الدليل حجة للنافي لطولبوا بالدليل. وكذلك في قوله جل في علاه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن احتياج بعدم الدليل، لأن النافي مستمسك بالعدم والعدم غير محتاج إلى دليل، فإن عدم الحكم لدليله. ما معنى هذا؟ عارف أنهم لم يفقهوا شيئا. وأنا الأصل في هذا ما معناه؟ معناه أن الذين يقولون لنبي قد زعم الرسالة والنبوة يقولون لست بنبي، لما؟ الأصل عدم، الأصل عدم الرسالة والأصل عدم النبوة، فكأنهم يقولون تحتاج أنت من زعمت أنك نبي أن تأتي بالدليل، وعدم الدليل نفي للحكم، عدم الدليل نفي للحكم. وأيضا في قول لا قل لا أجد ما أحرم محرما على طعام، قالوا لأن الأصل عدم التحريم، فلما قالوا بالتحريم قلنا أين الدليل على التحريم؟ لو لم يأتي بالدليل قلنا عدم الدليل دلالة على نفي الحكم، عدم الدليل دلالة على نفي الحكم. هذا معنى الاستصحاب، وهو حجة عند الإمام الشافعي، كما قلنا في الشافعية يحتجون بها وهو حجة عندهم. صفحة 58-59. وذهبت الأحناف إلى أن الاستدلال بالاستصحاب غير وارد وغير صحيح. ذهب الحنفية إلى أنه ليس بحجة، إلى أن الاستصحاب ليس بحجة، واحتجوا على ذلك بأن حاصل الاستدلال بعدم الدليل مآله إلى الجهل بالدليل، إذ لا سبيل لأحد من البشر على حصر الدلائل أجمع، بل يجوز أن يعلم إنسان دليلا يجهله غيره لتفاوت الناس في الفهوم والاجتهادات والعلم، فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقا بالجهل، والجهل لا يكون حج على أحد بل يكون عذرا له في الامتناع عن الحكم. أقطع ذراعي لو سألت واحد يترجم لي ما قلت الآن، أعرف من كل الحضور في أحد يستطيع يترجم أم أبقى على ما أنا عليه في الترجمة. هو ملخص ما قاله الأحناف في عدم الاعتداد بالاستصحاب أنه دليل، قالوا عدم الدليل جهل والجهل ليس بحجة، عدم الدليل جهل والجهل ليس بحجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدم الدليل جهل والجهل ليس بحجة، والجهل ليس بحج، فقط الجهل عذر في عدم العقاب، الجهل عذر في عدم العقاب. هناك من يشتكي عن الصوت، يا أكثر من واحد يشتكي عن الصوت، وأنت قلت بكرة يعني كل يوم بكرة يدفع بكرة، هل دفع؟ الآن طيب الصوت عاد الآن الحمد لله. نعم، إذن هم يقولون عدم الدليل جهل والجهل ليس بحجة، الجهل فقط عذر لعدم العقاب، عذر لعدم العقاب. الحمد لله. نعم، نقول إذن عندنا خلاف، عندنا خلاف ظاهر جدا بين الشافعي والأحناف في مسألة الاستدلال بالاستصحاب، استصحاب الدليل والاستدلال بذلك هل يكون دليلا أم لا. فنقول مع الخلاف تفرع على ذلك مسائل، مع الخلاف تفرع على ذلك مسائل. من هذه المسائل نبدأ بالمسألة الأيسر شوية وبعدين نتدرج فيها المسائل. نعم هذا صحيح رهام، إذا تسمعوا الآن. من هذه الأمثلة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته مرة واحدة
لم تحرم تلك الفريسة على أحد القولين. وأنا قول في الشافعية أنها تحرم بذلك لأنه لم يكن معلما بالأكل، لم يكن معلما، لم يصل إلا لنفسه، والراجح أنه أنها لا تحرم عند الشافعية، ولم يحرم ما مضى من فريسته قولا واحدا. لما؟ استصحابا للحال الثابت قبل الأكل، فإنه ثابت بيقين. هذا استصحاب للدليل. المعنى هنا تعلمون بأن الكلب المعلم صيده يحل، كما قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم الذي إذا أمره أن يسير سار، وإن أمره أن يقف وقف. فالكلب المعلم صيده يحل. وطبعا الكلب المعلم أو الفهد أو الصقر أو النسر، هذه من الجوارح التي تصطاد البط وتصطاد الحمام صيد. فإذا اصطاد الكلب غزالة مثلا، اصطادها فمرت أيام وليالي في الصيد لم يأكل من فريسته، وذات مرة اصطادها أكل جزءا منها، فهل تحرم أم لا تحرم؟ الخلاف هنا أو النظر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. هنا الآن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين لصحة الأكل من صيد الكلاب، وهذه مصرح بها في الآية في قول الله جل في علا: مما وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فلازم العلم شرط أن يكون معلما. وقال سلم بالعلم وبالتسمية، والتسمية على الخلاف العريض في مسألة الشرطية بذلك. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم. والعلماء قالوا: كيف يكون الكلب معلما؟ يعني كيف نقول أن هذا الكلب هو كلب معلم؟ الكلب المعلم هو الكلب الذي يصيد لك لا يصيد لنفسه، والذي إذا أرسلته أرسل، إذا أوقفته وقف. هذا الكلب المعلم، هذا الكلب المعلم. فإذا هنا الأصل في النظر أن يكون كلبا معلما، وأن تكون قد ذكرت اسم الله فكل من الصيد، فكل من الصيد. فيقول: إذا مرت مرات وأنه اصطاد ولم يأكل من الفريسة، وفي مرة أكل من الفريسة، فالشافعية يقولون يحل الأكل منه، يحل الأكل منه، يعني الفريسة حلال، وما سبق قولا واحدا حلال. لما؟ استبقاء واستصحابا للدليل. الدليل أنه كانت تحل فريسته ويحل صيده، أو يحل صيده لأنه كلب معلم، وذكرنا اسم الله فتوفر الشرط فصح فحل الأكل. فإن أكل من الفريسة مرة واحدة فأنا أستصحب الأصل. فعندي الآن صيد بقي معي من أمس وأول أمس، حلال أكله؟ نعم حلال، استصحابا وإبقاء للحال الثابت، استصحابا للدليل بأنه في الحال الثابت لما كان معلما وذكرت اسم الله وصاد لي فالصيد يجوز. الصيد هنا يحل. فاستصحاب للأصل قالوا يؤكل منها، لو أكل مرة واحدة يؤكل منها، والسابق كله على الجواز استصحابا للحال، استصحابا للحال. وأما الأحناف فقالوا يحرم ما أكل منها ويحرم ما سبق، يحرم ما أكل منها ويحرم ما سبق. طب ما وجهتهم هنا في هذا الباب؟ قالوا يحرم ما أكل منها لأنه صاد لنفسه، والشرط أن يصيد لك لا أن يصيد لنفسه، فهنا لا يحل صيده. فيحرم ما أكل منها ويحرم ما سبق. لكن أنا أسأل: ما الوجهة الفقهية لما يحرم ما سبق؟ أما يحرم ما أكل منها فقد علمنا لما، حياكم الله حياكم الله، المفروض تدخلوا وتنتظروا الدرس لا أن تأتيكم الإشارة. صاحب الحرص ينتظر ولا ينتظر الإشارة، ينتظر الدرس ولا ينتظر الإشارة. سؤالي هنا: طيب وجهة النظر فيما أكل من الفريسة، نعم لأنه قد أكل فبذلك لم يكن معلما، صاد لنفسه،
طب السابق لما لا يحل السابق؟ وهذا عند الأحناف. لما؟ وهو بقاء مكان على مكان. يعني بقاء مكان على مكان ليس واضحا هنا. ليس واضحا الإجابة ليست، لا الإجابة تحتاج إلى تحقيق، تحقيق نظر. يعني قد تكون هذه الإجابة صحيحة لو سبقها شيء مفسرا أن الفهم قد وصل في مسألة معينة. ماذا يعني بالسابق؟ الفريسة السابقة يا أستاذ حاتم، أمس وأول أمس اصطاد غزال، اصطاد بطن، وبقي عندي في الثلاجة، أكله أو لا أكله؟ هذا هو الحق. أنهم عشان تفهموا الحق أنهم لما أكل من الفريسة صار عندهم غير معلم، فلما صار عندهم غير معلم كان السابق غير معلوم عندهم، وما في استصحاب أصل، هم لا يأخذون من استصحاب الأصل، فقالوا دل هنا بأكله أنه ليس معلما، فصار العلم هنا فقام مقام الجهل، فقام مقام الجهل، فقالوا كل ما سبق يحرم، قد علمنا أنه غير معلم، فكل ما سبق يأخذ حكمه. فهمتم؟ فأقام العلم مقام الجهل في هذا الباب، كأنهم قالوا وكان في السابق قد جهلنا معلم أو غير معلم، فلما أكل من الفريسة علمنا أنه اصطاد لنفسه، إذن هو غير معلم، إذن لا تحل الفريسة قبل ذلك، لا تحل الفريسة قبل ذلك. وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين في هذا الباب، والأصل فيه كما قلنا أنه استبقاء لما كان عليه الحال، والطارئ والطرو لا يلغي ما سبق، الطرو ما يلغي سبب، لأن الطرو يعتريه الاحتمالات، والاحتمالات لا يمكن أن تزيل ما ثبت محكما، لا تزيل ما ثبت محكما. نعم. ومنها أيضا من هذه الفروع التي حدث فيها الخلاف قول الشافعية، قالوا يحل كما بينا قبل ذلك. منها أيضا الخلاف بأنه لا يقضي على الناكل بمجرد النكول، بل يعرض اليمين على المدعي عندنا، يعرض اليمين على المدعي عندنا عند الشافعية، لأن الأصل ألا يحكم إلا بما يعلم. أو يظن ظنا قريبا يقارب العلم، فإذا أعوز بقينا على النفي استصحابا للبراءة الأصلية. طيب أنا طبعا عندهم يقضي به تنزيلا للامتناع عن الحجة، مقام نفس الحجة بناء على القرائن المطروحة شرعا في إثبات الحقوق ونفيها. لو تركتهم سنة يشرحون هذا، طيب نبدأ بالمهندسين اشرح. في حد فهم شيء من ما قيل؟ طيب هو هنا بيقول ولا يقضي على الناكل. ايش النكول؟ النكول هو النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا جاء زيد، حاتم لا تضايقني، يعني أنا حتى لو فتحت هذه بينتها لن تصل إليها، فاسكت أحسن. سأقرأها عليك الآن وأريد الشرح. أنه لا يقضي على الناكل بمجرد نكوله بل يعرض اليمين، يعرض اليمين على المدعي عندنا، لأن الأصل ألا يحكم إلا بما يعلم. أو يظن ظنا يقارب العلم، فإذا أعوز بقينا على النفي استصحابا للبراءة الأصلية. وعندهم يقضي به تنزيلا للامتناع عن الحجة، مقام نفس الحجة بناء على القرائن المطرحة شرعا في إثبات الحقوق ونفيها. تفضل يا عم الليبي، تفضل اشرح يا عم الليبي. نعم تفضلي ولا تفضل، تحت أمرك. فؤاد مبتسم على طول. ما أدري صحيح عدم العلم ليس معناه الجهل. نعم صحيح عدم العلم ليس معناه الجهل، لكن قد يكون عدم العلم، عدم الإحاطة، قد يكون الجهل.
أعرف هو المشكلة بياسرها كثير من أهل الأصول. يعني طيب خلاص بعد إذنكم اتركوا لي المساحة أنا أشرح، ممكن ولا أنتم تتكفلون بذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله، تحت أمركم. ما الفرق بينهما حدائق الإيمان؟ ما الفرق بينهما؟ مع أن كلامك صحيح، لكن أسألك ما الفرق بينهما؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا شيخ محمد، جزيت الجنة، أحترم أدبك وأشكر لك أدبك هذا. طيب قبلها بس حدائق الإيمان يبين لي الفرق بين الجهل وعدم العلم. آمين آمين آمين، حفظك رب يا أستاذ محمد. وطيب وعدم العلم، تفضلي. وعدم العلم ماذا أفعل؟ أنت فيلسوفة أم أنت فيلسوف؟ الآن ما الفرق بين ما سطرت الآن؟ طيب عندما نقول جزئيت ولكنك لا تعلم ماهيته، هذا معنى إيش؟ جهلت المهية، المهية هو الآن. عامة هذا فارق غير مؤثر يا حدائق الإيمان، هذا فارق ليس مؤثرا. لا لا ما في شيء، ما في شيء، ما 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 في شيء حتى. الشاسع هذا أريد أن أرى الشساعة اللي عند حضرتك، خلينا واقفين. طيب عشان بس ما ندخل في الفلسفة أو الجدل والصفصطة، خلينا نشرح للإخوة الأول وبعدين نصل إلى ما يريدون. يقول المصنف قال أنه لا يقضي على الناكل بمجرد النكول. ما النكول؟ هذا هو. ماشي يا محمد، خلينا نشرح بعدين نبين الفرق بين هذا. النكول هو أن يأتي زيد فيدعي على عمرو سيارة، فعمرو ينكر، عمرو ينكر، فالقاضي لو سمع ادعاء زيد سيقول له هات البينة، أي بينة على المدعي. قال ما عندي بينة، فيقول إذن لعمر تقسم أنك لم تغصب هذه السيارة أو سيارته لست عندك وتبرأ بذلك. فإذا أقسم برئ، فإن سكت، إن سكت ولم يقسم، فهنا هذه المسألة، إذا أقسم ولم وإذا أقسم برئ وإن لم يقسم، قلنا الآن أنت لم تقسم، هذا نكول. والنكول معناه أنه يأمر المدعي بالقسم الذي كان عليه البينة فتنتقل إليه اليمين، خلاف الأحناف، فتنتقل إليه اليمين فيقسم. فإذا أقسم استحق السيارة، يبقى إذا أقسم زيد استحق السيارة، هذا معنى النكول، بأن الذي عليه القسم لا يقسم، فيرد القسم على المدعي الذي طورب بالبينة ولا بينة عنده، هذا معنى النكول، عدم قسم من كان عليه القسم. فهو بيقول النكول في ذاته لا يقضى له بالشيء. يعني لو نكل، لو قال عمرو سيارتي عند زيد ولم يأتي بينة، قيل لزيد اقسم فلم يقسم زيد، عدم قسم زيد ليس قضاء لعمرو بالسيارة، لا يكون قضاء لعمرو بالسيارة. لما؟ لأنه لا يكون الحكم إلا بعلم، لا يكون الحكم إلا بعلم أو ما يقارب العلم. فإن لم يكن، ولذلك هم يقولون إن لم يكن نستصحب البراءة الأصلية. لذلك قلنا العلم سيأتي بقسمه، فإن أقسم علمنا أنها له والشرع بجانبه في ذلك فاستحق السيارة، فإن لم يقسم استصحبنا الأصل، وهو الأصل براءة ذمة زيد، الأصل براءة ذمة زيد. يبقى إذن النكول، أصل النكول ليس لا يقضى له به،
لأننا لا يمكن أن نرتب حكما إلا على علم، والعلم يكون باليمين، فإن لم يقسم فالنكول بذاته لا يكون به القضاء بل بالقسم، فإن لم يقسم استصحبنا الأصل، والأصل براءة الذمة. أما الأحناف فماذا قالوا؟ الأحناف قالوا لا، النكول يقضى به، النكول يقضى به. كيف ذلك؟ هم قالوا عندنا علم هنا الآن، لأنهم قالوا تنزيل الامتناع عن الحجة مقام الحجة، لما نكل عن اليمين دل ذلك على صدق المدعي، يعني هم جعلوها قرينة بالنكول عن اليمين صارت دليلا لهم على 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 صدق المدعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا الأحناف نزلوا الامتناع عن الحجة مقام نفس الحجة، نزلوا الامتناع عن الحجة نفس الحجة، ولذلك قالوا بالقضاء إذا نكل يكون له القضاء في ذلك. لما؟ للقرائن عندهم المحتفة، والقرائن تنزيل الامتناع عن الحجة منزلة الحجة. هذا بالنسبة لهذه المسألة، والراجح في ذلك على ما ندين الله كما المسألة الأولى، بأن الشافعية هنا على الأصح والأسد، والأصل براءة الذمة، ومسألة تنزيل الامتناع عن الحجة مقام الحجة يجابهها أن الساكت لا ينسب له قول، هو ما امتنع، ما تكلم، الساكت لا ينسب له قول. والأمر الثاني أيضا بأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فيكون الراجح في ذلك بأنه نستصحب الأصل إن لم يقسم المدعي تبقى السيارة عند زيد. هذا هو الباب أو الكلام على هذه المسألة. من الفروع المترتبة عليها أيضا، إذا ادعى رجلان دارا بيت، جاء زيد قال بيتي وأتى بالبينة والعقد معي، وهذا حادث جدا في مصر ما شاء الله، الرجل يمتلك شقة فيبيعها لـ70، وكان كان بيعها للأموات أمان يعني أيضا، فلو كان للأموات أرواحا يخرجون بها لخرجوا يدعون الشقة، فباعها فأخرج العقد وقال شقتي، والثاني أو قال داري، والثاني أتى ببينة بعقد آخر وقال داري، كل منهم أتى ببينة، والدار ساكن فيها رجل، يعني الآن زيد في الدار، وجاء عمرو بعقد للدار، وجاء عمير بعقد آخر للدار، وجاء عمير بعقد آخر للدار، كل منهم يدعي الدار، يبقى إذن عندنا أكثر من دعوة للدار، الدعوة الأولى والثانية والثالثة، أما الأولى فبالقول والثانية بالقول والثالثة بلسان الحال، لأن الذي موجود في الدار هذا الدعاء منه على أن هذه الدار هي داره وهو أمكن لها من غيره. فهنا عند الشافعية يقولون تعارضت البينتان، وإذا تعارضتا تساقطتا، كالأدلة تتعارض تتساقط، ولا بينة يبقى كأنهما لا بينة، وتبقى هنا الدار بيد الثالث استمساكا بالاستصحاب، والمعنى هنا بأن الاستصحاب أنه استصحاب الحال، هنا أن الرجل الذي في الدار حاله أنه يملك الدار، فاستصحبنا الحال لعدم وجود الناقل، لعدم وجود الناقل، أو قلنا جاء الناقل وجاء ما يقوده ما يبطله، جاء الناقد والناقل وجاء ما يبطله، لذلك قالوا هنا نستصحب الأصل وتعارض الأدلة يسقطها، تعارض الأدلة يسقطها. أما أبو حنيفة فقال لا، نستعمل البينتين، البينة الأولى معتبرة والبينة الثانية معتبرة، ويسقط ويقسم بينهما الدار، فيسكنون ثلاثتهم يسكنون في الدار. صراحة هذا الكلام وإن كان فيه وجاهة لأنه اعتمد البينة الأولى ولم يردها
واعتمد البينة الثانية ولم يردها، واعتمد حال الذي في الدار فلم يرده، أو قال أما حال الذي في الدار فقد جاء الناقل فنقلنا بالبينة للأولى أو للثانية، والأول والثاني وإن تعارضت البينات أقول أثبتت علما، أثبتت علما، فلما أثبتت علما لا نطرحه بل نعتمده، وتكون الدار بينهما قسمين، وتكون الدار بينهما قسمين. وهذه المسألة صراحة شائكة جدا، القوة هنا والقوة هنا في هذا الباب، القوة هنا والقوة هنا، لكن الحق عندما تعارضتا البينتان فإننا قلنا أضعفت تعارض البينتين، وتبقى البينة الأقوى بأنها في ملك صاحب الدار الذي يسكن في الدار ويكون فيها، فيكون اصحاب الأصل هنا فاصل في هذا الباب ويكون دليلا على الراجح الصحيح، فتكون الدار للثالث الذي سكن في الدار، وإن كان الاحتمال وارد أنه مستأجر في هذا الباب وليس مالكا، لكن إن قلنا أنه ادعى معهم أنه مالك للدار إذن هو أحق الناس أو أحق الثلاثة بالدار استصحابا للأصل. أرأيت استصحاب الأصل عليكم السلام، استصحاب الأصل ما نراه إلا ييسر لنا كثيرا في فصل النزاع بين العلماء، يفصل في النزاع بين العلماء. نعم. ومنها أيضا من هذه المسائل التدبير المطلق وما معنى التدبير عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، وما معنى التدبير هو أن يعتق العبد بعد موت سيده، يعتق عن دبر، هذا التدبير الوصية بالعتق بعد الموت. القسمة بين الاثنين وقلنا هذا يسقط. نعم. والتدبير المطلق عند الشافعية لا يمنع من البيع، وهذا أيضا استصحاب للأصل، إذ الأصل حل البيع الأصل، وطرو التدبير لا يؤثر لأن الحكم يكون نافذا بعد الموت، الحكم نافذا بعد الموت، فاستصحاب الأصل هنا يجيز، استصحاب الأصل يجيز البيع، والحق أن الأدلة تعضد ذلك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا كان قد دبره سيده، باع عبدا كان قد دبره مالكه، فهذه من السنة دلالة واضحة على جواز التدبير. التدبير المطلق لا يمنع البيع عندنا لأن البيع كان جائزا من قبل التدبير، ولا معنى للتدبير إلا تعلق العتق بالموت. وأما الأحناف فقالوا يمنع البيع قياسا، هذا قياسا على الاستيلاء، قالوا أنه استحقاق عتق بعد الموت فأشبه الاستيلاء، وهذا لأنهم يرفضون الأخذ باستصحاب الأصل، استصحاب الأصل الأصل البيع، الأصل في الملك حرية البيع، الناس مسلطون على أموالهم يبيع كما شاء، لكن هو قال لما ارتبط بعد الموت بالعتق قال كان هذا كالاستيلاء فيصح فلا يصح البيع، والسنة مخالفة له لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بأنه قد باع عبدا قد دبره سيده أو مالكه، وهذا أيضا يعضد لنا أن نظر الشافعية في التأصيل أقوى من نظر الأحناف، وأن استصحاب الأصل أو استصحاب الدليل يصير دليلا ويصير حجة إن عدمت الحجة، يصير حجة إن عدمت الحجة. من أيضا من المسائل المتفرعة على ذلك العبد الذي له شركاء، الذي هو ملك لشركاء، فإذا جاء منهم زيد وعمير وعبيد، فإذا جاء زيد فأعتق نصيبه وبقي نصيب عمير وعبيد، هنا الشافعية يقولون نستصحب الأصل بأنه لا يلزمه عتقه، لا يلزمه، فإذا لا نقول له أنه يعني أو لا يلزم العبد الاستسعاء للعتق، لا يلزمه، ونقول عتق منه ما عتق،
وأما أبو حنيفة فقال لا، في العتق هذا علم لحكم آخر وهو طرف العتق، فيستسعى العبد فيعتق. وكلام الأحناف هنا أقوى بالحديث، وإن كان وجاهة الشافعية في الاستصحاب موجود، لأن المسلم قال فإن عتق منه عتق منه ما عتق، وما أمر بالاستسعاء، لكن في رواية الراجحة أنه أمر بالاستسعاء، أن يستسعى العبد فيعمل فيربح فيكسب فيسد نصيب الاثنين فيعتق بعد ذلك. ومن ذلك من هذه الفروع المترتبة على هذا الأصل هو أن الدية لا تكمل في الشعور الخمس عندنا عند الشافعية: شعر الرأس واللحية والحاجبين والأهداب. هذه الشعور قال علماؤنا بأنها لا تكمل فيها الدية، لا تكمل فيها الدية، بل فيها حكومة وقضاء الولي الأمر أو قضاء القاضي بشيء تعويضا لشعر الأهداب أو لشعر الرأس أو لشعر الحاجبين، لأن الأصل لا يجب كمال الدية بإتلاف البعض. الدية لا تكون إلا بالكمال، الدية لا تكون إلا بالكمال. وقد علق الشرع كل الدية بإتلاف الطرف لتفويت المنفعة، ولذلك هم قالوا لو ضرب عينه فأذهب البصر وهي موجودة ولم يفقع عينه عليه نصف الدية، لأن المنفعة نزلت منزلة العضو، منفعة العضو نزلت منزلة العضو. ولذلك لو سحر زيد عمرا فما جعله ينطق خرسه يعني، فعليه الدية كاملة في هذا الباب، ولو قتله قتل به قصاصا. أما أبو حنيفة فقال في كل واحد منها دية كاملة إذا فسد المنبت. ووجهة النظر عند الإمام حنيفة ليست الإصحاب هنا كما قال الشافعية، ولكن فساد المنبت فيه ضياع المنفعة وكمال الجمال، وهذا فيه الدية، وهذا راجح صحيح، وهذا راجح صحيح. فالدية تكون على ضياع، على ذهاب العضو أو ذهاب المنفعة أو ذهاب الجمال، لكن ذهاب الجمال ليس متفق عليه، فالشافعية يرون ذهاب الجمال في حكومة وليس في الدية. فكانت المسألة مسألة في النظر على الكلام على مسألة ذهاب الجمال. الإمام أبو حنيفة هو لا يستصحب الأصل، ويرى أن هذا علم يترتب عليه حكم فيه الدية، لأنه يرى بأن الجمال كالمنفعة، الجمال كالمنفعة، لأن الجمال منفعة معنوية، فلذلك لو ذهبت يكون له الدية فيها. هذا بالنسبة للمسائل التي ترتبت على مسألة الإصلاح. هناك مسألة أخيرة، وهي أن الصلح على الإنكار باطل عند الإمام الشافعي، لأن الله تعالى خلق الذمم بريا عن الحقوق، فثبتت براءة ذمة المنكر بخلق الله جل في علاه، فإنه أنكر تثبت براءة ذمته، ويبقى مع 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 ذلك البراءة، أو مع البراءة، نحن مع البراءة حتى يأتي الناقل ينقلها عنها. وأما الأحناف قالوا يصح الصلح على الإنكار، لأن عدم الدليل ليس بحجة لإبقاء ما ثبت بالدليل، فيجوز شغل ذمته بالدين فيصح الصلح، يعني الصلح على الإنكار يصح عند الأحناف. المسألة الثانية قالوا، حياكم الله، نسأل الله أن يرفع مقامك يا باشمهندس نعيم، تأخرت علينا، نسأل الله أن يكون المانع خيرا. المسألة الثانية عند علمائنا أيضا في مسائل مهمة جدا في التفريق بين المدرسة الأصولية للشافعية والمدرسة الأصولية للأحناف، قول الصاحب في القديم صراحة حجة عند الشافعي، لكن في الجديد والمعتمد في المذهب أنه ليس بحجة. في الجديد لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت توقف قلبي بما تكتب، والله حفظك ربي وكتب لك السلامة، ونسأل الله لرفع ولا أن يرفعك ويحسن إليك ويسر عليك أمرك، نسأل الله لرفع ولا أن يفرج كربك وأن يحفظك من كل سوء ومن كل ضر، وأن يرد كيد أعدائك في نحورهم، والسامعين أجمعين، اللهم أمين رب العالمين. نعم. فقول الصاحب المعتمد عند الشافعية بأنه حجة، المعتمد عند الشافعية بأنه حجة.
بأنه ليس بحجة، آسف، في القديم هو حجة، بأنه ليس بحجة، واستدل على ذلك بقول الله جل في علاه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هذا دلالة واضحة جدا على الاجتهاد دون التقليد، أؤمنوا بالاجتهاد لا بالتقليد. وقالوا من ناحية النظر الصحابي لم تثبت له العصمة كالأنبياء، فلا يقال بأنه عليكم السلام وكاته تأخرت كثيرا يا أستاذ السيد. فقالوا بذلك، قالوا إذن ليس بحج، لا سيما وأن الله جل في علاه قد قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجلى لنا الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا في غيره. وأبو حنيفة يرى بأن قول الصاحب حجة بل وتقدم على القياس، وهذا من فضل أيضا مذهب الأحناف في هذا الباب بأن يكون حجة. لذلك قول الشافعي في القديم أحب إلينا من قوله في الجديد على الحجية، وإن كنا نقول لابد في الحجية أن تكون هناك قرائن محتفة في هذا الباب. لا عليك أستاذ السيد، لكن أردناك من الأول لأن الاستفادة تعم، وأنت يعني قلمك واصل، فلابد أن تكون متقنا حتى يصل هذا القلم لكثير من الناس. نعم، أبو حنيفة قال هو حجة، واحتج بحديث أصحابك النجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث حديث باطل، هذا الحديث حديث باطل، لم يصح، هذا الحديث لم يصح. وقد يستدل لهم بأن قول الصاحب حجة لأدلة كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنة الخفاء الرشادين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والقول: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقوله: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم، والمسألة ما زالت خلافية على مسألة قول الصاحب. ويتفرع على ذلك مسائل، منها مسألة العينة. ما هي مسألة العينة؟ أتعرفون مسألة العينة؟ في أحد يصف العينة؟ هذا الدليل، نعم أريد شرحها. صوروا لي مسألة العينة كيف هي؟ عقد معاملة معاوضة، لكن كيف هي؟ أن يشتري الشيء نسيئة ثم يبيعه نفس المشتري حالا. ممتاز ممتاز، بأقل طبعا، لابد أن يقال بأقل سعرا. هذا الصحيح، هذا الصحيح. وهيدب أراد أن يقول: دراهم بدراهم بينهما حريرة. هو أن يشتري الشيء، يشتري السيارة نسيئة ثم يبيعها على البيع نقدا بأقل سعرا، فيكون هناك أنه قام مقام القرض الذي جرى نفعا. هذه العينة، مسألة العينة الشافعية يقولون بأنها بأنها بأن بأنها صحيحة وليس فيها ثمة شيء، لتوفر الشروط والأركان. رجل امتلك بالشراء وباع بيعا صحيحا فلا شيء في ذلك، والأصل في العقود عنده على الظاهر. فقالوا بأن العينة صحيحة، وأنا فصلت القول فيها جدا في رسالة الماجستير، حتى شكرني المناقش كتابة في نفس الصفحة التي فيها مسألة العينة. توفيق بين كلام الشافعية وكلام الجمهور. الحق الجمهور يعني اعتبروا سد الذريعة وحسم المادة، الجمهور اعتبر سد الذريعة وحسم المادة. أما الشافعية نظروا فوجدوا أن الرجل قد اشترى شراء صحيحا وباع بيعا صحيحا، فكيف يحرم الأصل في البيع الحل؟ قالوا: اشترى السلعة صحيحة، اشتراها نسيئة فامتلكها، فصار المال دينا في ذمته، ثم باعها على نفس الشخص بيعا صحيحا بالإجابة والقبول نقدا، وكانت أقل، لذا قالوا بأنها جائزة. أما الأحناف فقد قالوا بأنها ليست بجائزة، واستدلوا على ذلك عندهم بقول الصاحب، استدلوا على ذلك
بقول الصاحب. قالوا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن زيد بن أرقم ابتاع عبدا من امرأة بألف درهم إلى أجل، ثم ابتاعته منه بخمسمائة حالة بعيدا نقدا. فقالت قالت بسما بعت أو بسما اشتريت، أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. فأخذ به أبو حنيفة بقول الصاحب وترك القياس وقال يؤخذ بها. العجيب من هذه المسائل بأن في مسألة الحامل والمرضع ورد فيها قول ابن عمر وقول قول ابن عباس، وقال بأن الحامل والمرضع ليس لها الحامل والمرضع عليهما الإطعام وليس الصيام، ومع ذلك الأحناف قالوا بل عليهما القضاء فقط، يعني لو أفطرتا من أجلهما أو من أجل الجنين. هو قال ابن عباس وابن عمر قال عليهما الإطعام لا الصيام، ومع ذلك لم يأخذ بهما. لما؟ لقوة الدليل عنده بظاهر القرآن فعدة من أيام أخر. ومن العجب أيضا بأن الشافعية أخذوا قول الصاحب قول عمر الخطاب في قتل الجماعة بالواحد وقدموه، وأيضا في قضاء الظهر مع العصر إن هي يعني حاضت بعد الظهر، يقولون إذا طهرت عليها الظهر والعصر طبعا لأن وقت ضرورة، وأيضا لقول عبد الرحمن بن عوف بذلك فأخذوا بقول الصاحب. لكن الغالب بأن قول الصاحب ليس بحجة عند الشافعية إلا إذا جاءت أدلة أخرى معه تعاضده، والأحناف قالوا بأنه حجة. وأنا أميل في قول الصاحب إلى قول الأحناف والجمهور وقول القديم للإمام الشافعي. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في تخريج الفروع على الأصول، نسأل الله أن ينفع به، ونسأل الله جل في علاه أن يكون الأمر ابتغاء وجه الله جل في علاه. لو في أسئلة اتفضلوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القول الراجح في بيع العينة أكرمك الله. بيع إيه يا أستاذ؟ بيع العينة أكرمك الله. نشوف أخرتها معاكم. بيع العينة الراجح الصحيح فيها إن لم يكن شرط مسبق فهي صحيحة. بيع العينة إن لم يكن شرط مسبق فهو صحيح فهي صحيحة. ملك صحيح، بيع صحيح، إجاب وقبول، توفرت الشروط والأركان، ولم يكن هناك ثمت ما يثبت التحايل، قلنا فالبيع صحيح. هنا يكون البيع صحيح. أما إذا ثبت الشرط المسبق فهذا لا يجوز لأنه تحايل على الربا. ويكون هنا إذا عارضنا من قال في قول مسلم وتبايعتم بالعينة، قلنا العينة التي سبق فيها الشرط، العينة التي سبق فيها الشرط التي فيها التحايل على الربا. نعم بوركت يا شيخ أمجد. يقول قول الصاحب هل هو حجة مع القرائن المحتفة؟ هذا هو الراجح؟ أنا أدين الله بأنه حجة مع القرائن، يعني ليس استقلالا لكن هو حجة مع القرائن، هذا ما أدين الله به. في مسألة الدار التي تقسم بين اثنين للبينة، فأين حق الثالث الذي هو في الدار أساسا؟ الذي في الدار هذه باللسان حاله بينة أنها له، ولذلك من جاء بسيارة وادعى آخر أنها له فمجيئه بالسيارة أنها في يده دلالة على أنها له. تفضلوا جزيتم الجنة. تفضلي. نعم.